حيا حيا برنامج هذا شتي برنامج اللي شوفوه خويا خويا حنا ولينا كنخرجوا بالليل هذا الشيء اللي كيبان لينا كنخرجوا بهذا الحلوه الشفاره خارجين بيرمانوس ولكن بغات يديروها الليل كاو كي وباغي نقول واحد جوج كلمات خصنا هذه الساعه بغينا نقصوا الساعه باش اضراب خلينا الامتحانات ديالنا باش نجيو نديروا اضراب وعاش المالي على ود على ود الناس هادو مابغاوش يعطيونا حقوقنا قال لك بغاو يجندونا يجندو بناتهم ولادهم وحنايا بغاو حنايا مالهم يديروا لنا التجنيد الاجباري بغاو يديروا لنا التجنيد الاجباري يديروا لنا التطبيب الاجباري السياف كنخرج من مدرسة أبي بكر الصديق في مدينة الرباط. حنا اليوم جايين دايرين إضراب على ودة الساعة الجديدة اللي خرجوها لنا اللي ما يمكنش حنا راه ماشي رابط باش نخدموا بهاد الساعة واش لا يعقل 8:30 ل 12:30 فينا وقت الغداء ومدينة الرباط معروفة ما كاينش ترونسبور والطاكسيات والو الطوميسات والو كي غنديرو وأنا على الأقل كندير ساعة في الطريق وهاد الشيء لا يعقل كيقول لك كل دولة فاسدة وراءها شعب نائم حنا غندويو على حقوقنا وما غنسكتوش حتى غيبدلوا لنا هاد الساعة سميتها من ثانوية حمام فطواكي جينا كنظهروا على ود هاد الساعة اللي زادت وهاد الحكومة اللي جات تالخر وقالت لنا هاكو هاد الساعة زادت لكم هادشي كامل باش يرضيو بالمستثمر الأجنبي ونساو ولاد الشعب اللي في الجبال دايرين ليهم هاد الساعة ما كتناسبهمش ما كاينش مؤهلات ما كاين والو حتى حاجة ما كتناسب حتى حنا ما كتناسبناش ما كاين لا دراسات قبل ما يزيدوا هاد الساعة ما كاين لا والو جي جاو ما قالوش لنا حتى لا غيزون علاش على ود المستثمر الاجنبي بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجه اخو تنس هاد هادو كاملين اللي خرجوا تنحييهم على هذا الشيء اللي ناضوا داموا فيه اول ما تنشوف تلاميذ يحتجوا علاش هاد الناس هادو عطاونا ولاو ردونا حنا بحال الكلاب حنا مابقاوش يعتبرونا حنا تلاميذ ولا يعتبرونا هذيك الشويه ديالنا روح فينا ومن 9 د الوحده اش غادي اخو التلميذ اش غادي يرجع عاوتاني مع الجوج واش ياكل ديك الحلوه اللي كلاو في البرلمان هما ما ياكلوهاش اصاحبي راه اول حاجه فكر لينا حنايا السي العثماني وانت حاضر يا السياسي انت تشفر في فلوس وشوفونا حنا بعدا اللي ولاد الشعب اللي ضايعين في ديك السله حنا بعدا جايين من السله على نجلينا باش نحتجوا واش حنا غادي نطلعوا دابا ما نزيدوش لقدام الا بقينا بحال هكا فايتينا عباد الله فايت باش يفوتونا بدوك الناس ياك بحالنا بحالهم الشعب وصافي حتى حنايا الخوت غادي ناخذوا الحق ديالنا واخا 1% من حقنا ناخذوا وشكرا كيفاش من 8 حتى ل 12 صاحبي حتى الوحده صاحبي ماشي بمعنى هذا صاحبي ولاد العثمانه درنا شي حاله ولا شي بحالات واصاحبي من النهار اللي جاوا تزيد زيد 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 وزيد راني جيتي للحكومه حنا بلاش بلاش الدراري من النهار اللي داروا المقاطعه صاحبي بغاو قال لك بغا ينتقموا من الشعب النهار اللي جيتي لهاد الحكومه هذه بقينا الله والله قال لك دار التجنيد انا ساعه واش شنو المقررات مقررات شنو دار بغريره بطاطا متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.